مساكم الله بالخير وحياكم الله. حلقة جديدة من برنامج المنتصف في متابعة مستمرة لآخر الأخبار والأحداث الكروية. البداية مثل العادة مع أبرز وأهم العناوين. آل الشيخ، رياضتنا خط أحمر ولن نتهاون في محاسبة المتجاوزين. والجابر، رياضة الوطن تأتي أولاً والحملات السلبية لن تغير شيئاً. والصنيع يدعو الجماهير الاتحادية لمؤازرة الهلال آسيوياً، والمولد يتحدث من غرفة العلاج. المنتصف يقلب الأوراق الاتفاقية والمسحل يكشف أسباب التعثر. حياكم الله من جديد. من الأمور الإيجابية اللي نعيشها في الفترة الحالية هو الإصلاح الحقيقي وتصحيح مسار الكرة السعودية بعد معاناة طويلة من سنوات ماضية، يعني عشناها وشفناها من التجاوزات والتخبط في كثير من القرارات. اليوم إحنا في مرحلة مختلفة تتطلب من الجميع مواكبة هذه المرحلة بكل تفاصيلها. مع الأسف في ناس يعني ما هي عارفة أنه يعني زمن الفوضى والتجاوزات انتهى خلاص. اليوم إحنا في مرحلة الإصلاح الحقيقية في الرياضة السعودية. اليوم في رجل يعتبر هو الرجل الأول في الرياضة السعودية يعمل بحزم في رياضتنا، وفي مع الأسف يعني مجموعة معينة كذا ما زالت تعيش الزمن زمن أول، ها زمن المؤامرات التشكيك، عايشين على هاشتاج ممكن يتصدر. الأمور أصبحت واضحة يا جماعة، يعني معالي المستشار تركي آل الشيخ أعطاكم إياها من الآخر. قال بالتفصيل وبالصريح، قال ما راح ينفعكم لا هاشتاج ولا تغريقة، هذاك الزمن خلاص. ولا إحنا اليوم في زمن الإصلاح، في زمن العدالة، في زمن المساواة. من الآخر، الرياضة السعودية خط أحمر. الرياضة السعودية يا جماعة خط أحمر، عنوان بارز لرياضة المملكة في الفترة الحالية. اليوم راح نكشف كثير من الملفات ونناقش كثير من المواضيع والقضايا المهمة والمهمة في كرتنا المحلية. بس خلونا كذا في بداية الحلقة نرحب بضيوفنا من الدمام، نقول مساء الخير لنائب رئيس نادي الاتفاق الأستاذ حاتم المسحل. مساء الخير أستاذ حاتم، ومنورنا اليوم في برنامج المنتصف. مساء النور يا عبد الله، والشرف لي. الله يسلمك. الله يحييكم. من جدة أيضا معنا الناقد في برنامج المنتصف عبد الله فلاتة، حياك الله يا أبو أحمد. أهلا وسهلا فيك، ومسي عليك أبو إبراهيم، ومسي على نائب رئيس نادي الاتفاق والمجموعة الشابة التي تعمل بشكل إيجابي في نادي الاتفاق، وحي السادة المشاهدين جميعا. الله يحييكم. خلونا كذا بس قبل ما ندخل في يعني مثل ما يقولون في المنتصف، في منتصف المواضيع وفي منتصف القضايا، نروح لزميلنا يزيد العصيم اللي معاه اخبار المنتصف. حياك الله يزيد. الله يحييك عبد الله، مسي عليك وعلى ضيوفك الكرام. انا قلت ما ندخل في الاخبار، ندخل في مواضيع المنتصف، بس نروح لاخبار المنتصف. اخبار المنتصف هنا. اليوم حراك مستمر في الرياضه السعوديه. نعم. احنا نشوف كميه القرارات والحراك اللي غير مستغرب اللي تعيشه الرياضة السعودية.
فيه انت شايف وانا شايف والناس كلها شايفه الا الاشخاص اللي ما يبغون يشوفون هذا شيء ثاني. بالضبط. شايفين اليوم انه بالفعل يعني قول وفعل الرياضه السعوديه خط احمر على الجميع. الرياضه السعوديه يا عبد الله نقدر نقول انها الان جالسه تنظف من الشوائب اللي كانت عالقه فيها في سنين ماضيه كثير، ولا زال في بعض الناس متعلق بالشوائب هذه ما يدري انه في الاخير انها راح كل شيء ينتهي ان شاء الله. انا قلت في بدايه الحلقه انه زمن الفوضى، احنا عشنا فوضى هذه ما فيها صحيح. زمن التجاوزات، زمن الغمز واللمز والامور اللي من تحت الطاوله هذه انتهت، انتهت بكل تفاصيلها. اليوم من الواضح يعني للبيب الشخص الذكي وحتى الشخص اللي ما هو ذكي يعرف انه هذه مرحله واضح انه احنا نعيش عهد جديد ومختلف في الرياضه السعوديه، من خلال تصاريح الرجل الاول مع المستشار التركي آل الشيخ، او حتى من خلال العمل اللي احنا نشوفه على ارض الواقع. ترى في سنوات، انا ما اقصد اي اسم يعني في هذا الموضوع ولا اقصد اي شخصيه، بس هذا الشيء احنا عايشناه في سنوات ماضيه. كنا نسمع عناوين رنانه بالضبط كلام، وكنا نسمع كلام حلو، وكنا نقول هذه مرحله بالفعل هي مرحله مختلفه، لكن اذا جينا على ارض الواقع مع الأسف احنا ما احنا شايفين شيء، شايفين بس عناوين حلوه وكلام حلو، وارض الواقع نحتاج الى عمل كبير. اليوم باذن الله من خلال هذه القرارات اللي احنا نشوفها انه الوضع بالفعل هو وضع مختلف. احيانا الان نشوف في الفتره الحاليه نشوف حتى فعل قبل الكلام، كلام صحيح احيانا تجي صحيح، فيعني الاشياء اللي كانت اصلا ما تحتاج ان احد يعلق عليها تحتاج فعل، كنا نشوف فعل على طول بالفعل. نعم. طيب خلينا نشوف اخبار المنتصف. اوكي مشاهدينا الكرام اهلا بكم في اخبار المنتصف. الخبر الاول، تركي آل الشيخ، ودية البرتغال مع الاخضر فوائدها عديده، حيث اكد رئيس هيئه الرياضه ان المنتخب السعودي خرج بفوائد عديده من مواجهه البرتغال الوديه والتي كانت نتيجتها غير مرضيه. وذكر رئيس هيئه الرياضه، شاهدت مباراه منتخبنا مع البرتغال واثق اننا خرجنا بفوائد فنيه من هذه التجربه القويه. كما اضاف ان المنتخب لعب امام بطل اوروبا وهي تجربه ستساهم في رسم شخصيه فريق نعده للمونديال بطريقه مناسبه. وقال أنه يثق في الأجهزة الفنية والإدارية للمنتخب وأنها تسير بتصاعد جيد في التحضير للمونديال. في الخبر الثاني، سامي الجابر، مصلحة رياضة الوطن أولاً، حيث عبر سامي الجابر المدير التنفيذي في اتحاد كرة القدم عن استيائه الشديد من الحملة السلبية تجاه المنتخب، وقال أن إنجاز الوصول لكأس العالم انتظرناه 12 عاماً، وذكر أنه من المؤسف أن تقرأ لمشجع أو مسؤول رياضي يتمنى أن لا يرتفع علم الأخضر في مونديال روسيا، وقال أن ردود الفعل الانفعالية في قضايا تم التعامل معها بعدل وشفافية لن تغير من الأمر شيء. وفي الخبر الثالث، شباب الهلال بطلاً لكأس الاتحاد السعودي، حيث حقق فريق الهلال لكرة القدم لقب بطولة كأس الاتحاد السعودي لدرجة الشباب للموسم الرياضي 2017-2018، وذلك عقب الفوز في اللقاء النهائي على فريق الأهلي بهدفين مقابل هدف وبحضور الأمير نواف بن سعد رئيس النادي، حيث سجل هدفي الهلال الثنائي إدعار العتيبي ونواف شرحيلي. ويذكر أن فريق ناشئي الهلال توج بالأمس بكأس الاتحاد السعودي للناشئين أمام الأهلي في جدة. وفي الخبر الرابع، دولي والهلال والعابد في معسكر أبو ظبي، حيث التحق لاعبو الهلال الدوليون بمعسكر الفريق الهلالي المقام حاليا في أبو ظبي، وذلك بعد فراغهم من المشاركة مع المنتخب السعودي في معسكر البرتغال. كما التحق اللاعب نواف العابد بالمعسكر قادما من فرنسا حيث سيكمل برنامجه التأهيلي مع الفريق. ويذكر أن الفرج والعابد مشاركتهم أمام أوراوا الياباني بيد المدرب دياز بعد التأكد جاهزيتهم. في الخبر الخامس، الاتحاد يدعم الهلال في النهائي الآسيوي. وجه رئيس نادي الاتحاد حمد الصنيع رابطة مشجعي الفريق بالتوجه إلى الرياض، وذلك لدعم الهلال في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا والذي سيقام مساء يوم السبت 18 من نوفمبر، وذلك بحسب ما أعلن عنه النادي الاتحادي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل تويتر. وجاء توجيه الصنيع دعما لتوجهات هيئة الرياضة في فتح صفحة مشرقة بين الأندية السعودية. وفي الخبر السادس، المولد يستعد للعودة للمستطيل الأخضر،
حيث يسابق نجم الفريق من نادي الاتحاد فهد المولد الزمن لاكتمال جاهزيته الفنية والبدنية، وذلك استعدادا للمشاركة أمام الشباب ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري المحترفين السعودي، حيث يواصل اللاعب برنامجه التأهيلي على فترتين صباحية ومسائية تحت إشراف الجهازين الفني والطبي. المولد خضع لفحوصات طبية على موضع إصابته في مفصل القدم، وأكدت الأشعة سلامته وحاجته لمزيد من التأهيل. وفي الخبر السابع والأخير، النصر ينهي معسكر جبل علي، حيث اختتم فريق نادي النصر معسكره الخارجي في منطقة جبل علي الإماراتية بمناورة كروية بين اللاعبين، ذلك ضمن البرنامج التحضيري خلال فترة توقف دوري المحترفين السعودي. وينتظر أن يمنح الجهازان الفني والإداري اللاعبين إجازة لمدة يومين بعد العودة إلى الرياض، على أن يعاودوا التدريبات مساء الاثنين على ملعب النادي استعدادا للقاء الرائد الجمعة المقبل في بريدة. إلى هنا وصلنا يا عبد الله لنهاية الأخبار. يا زيد يعطيك العافية. طيب خلونا نروح نذكر ايضا بالاستفتاء في الحلقه الماضيه اللي هو الاستفتاء اليومي لبرنامج المنتصف، وكان الاستفتاء المطروح والسؤال: هل تؤيد تكليف احمد العقيل لمنصب رئيس نادي الشباب؟ كانت الخيارات نعم اؤيد، لا اؤيد، لن يحدث اي فرق في هذه التجربه. ومع نهايه مده الاستفتاء اصبحت النتيجه النهائيه بحسب المصوتين، حصل خيار نعم اؤيد على نسبه 32%، وحصل أيضا خيار لا أؤيد على نسبة 23%، وحصل أيضا الخيار الأخير اللي هو الخيار الثالث لن يحدث أي فرق في هذا الموضوع على نسبة الأكبر وهي 45%. اليوم أيضا بإمكانكم المشاركة في الاستفتاء الجديد والخاص في برنامج المنتصف والمتعلق بالرياضة السعودية. السؤال المطروح اليوم: ما هو العنوان الأبرز للرياضة السعودية في الفترة الحالية؟ 1- العدالة، 2- الإصلاح، 3- الشفافية والوضوح. أما الخيار الرابع اللي بإمكانكم أيضا التصويت هو جميع ما ذكر. المشاركة في هذا الاستفتاء من خلال صفحة برنامج المنتصف على تويتر، وحنا إن شاء الله في الحلقة الجاية راح نعلن عن نتيجة الاستفتاء مع طرح أيضا استفتاء جديد للمشاركة. خليني أبدأ من عندك في هذا الاستفتاء عبد الله فلاتة من جدة، أنت كيف شايف أو شو العنوان الأبرز بالنسبة لك اللي شايفه مناسب للرياضة السعودية في الفترة الحالية؟ العدالة، الإصلاح، الوضوح والشفافية، أو جميع ما ذكر؟ والله شوف يا أبو إبراهيم، من أنت تتحدث أنا كاتب قدامي العدل. العدل أنا أرى أنه مرحلة تعيشها الرياضة السعودية العدل، لكن حديث عن الإصلاح والشفافية أذهب مع كل ذلك، كل ما سبق. جميع ما ذكر. كلها فعلا. جميع ما ذكر على الإطلاق، ولا نملك سوى دعم خطوات هيئة الرياضة معالي المستشار تركي آل الشيخ في الخطوات الإيجابية لمصلحة الرياضة السعودية. صحيح. بكل أمانة الرجل يعمل لمصلحة رياضة وطن. نعم. خلينا أتكلم من بعيد من الماضي. أيوة. عشان لا أحد يربط أي حديث بأحداث راهنة. العام الماضي وأنا معاك في نفس البرنامج وكان معنا الدكتور عبد العزيز الخالد الله يذكره بكل خير، وأتكلمت بكل صراحة، وجهت كلامي لاتحاد الكرة أن الرياضة السعودية تعاني أن عدم مساواة بين الأندية، أن هناك أندية فوق النظام وفوق القانون. هذا كلام له سنة، ما أتكلم عن وليد اليوم عشان لا أحد يربط بحدث ولا بأي نادي معين. كلام سليم. الآن وصلنا لمرحلة الأندية سواسية أمام هيئة الرياضة، سواسية أمام القانون، وبالتالي سواسية أمام اتحاد الكرة. لما يكون في عدل إيش حتكون المحصلة؟ ترى سيب ردات الفعل الآنية، طبيعي في بعض ردات مقبولة وفي فعل ردات غير مقبولة إطلاقا، يعني لنكون واضحين، يعني العاطفة نعرفها وندركها وإلى آخره، لكن بعد أسبوعين ثلاثة بعد شهر حتجني أول مردود للعدالة الحالية اختفاء التعصب، اختفاء الأحقاد ما بين الأندية، عجلة التطوير تستمر، نلقى التنافس الشريف على أعلى درجاته، نجد أن النظام يسود. هل في أحد ما يبى النظام يسود؟ إذا في قانون وفي قانون موجود لما يسود على الجميع، ليش أحد يتبرم منه؟ ما حد يتبرم من النظام، ما حد يتبرم. إيش الغرض من وجود اللجان وإلى آخره؟ الهدف الأسمى إيش هو يعني؟ تنفيذ وتطبيق لوائح؟ لا، الهدف الأسمى العدالة. صحيح. العدالة هي الهدف الأسمى.
لما يكون في مجال لأي قضية كانت إنه تحقيق العدالة فيها وفي إجراءات نظامية تجيز الوصول لهذا الشيء اللي نحن نسعى له العدالة، لما لا؟ ما حد يزعل من الحق ما فيها. يعني للنهاية أعني أختصر كلامي وأقول طالما هناك عدل سيكون هناك تطوير وسيكون هناك قبول وسيختفي التعصب من الرياضة السعودية وستكون رياضة تنافسها نقي من الأندية. نعم. والأندية سواسية أمام هيئة الرياضة. كلام سليم، كلام بالفعل. خليني أسمع أيضا رأي حاتم المسحل. حاتم، أنت داخل أروقة الأندية وعارف تفاصيل وعايشين المرحلة الحالية بكل تفاصيلها، يعني في نادي الاتفاق أكيد اليوم العنوان الأبرز أنت من وجهة نظرك كذا في الرياضة السعودية، العدالة، الإصلاح، شفافية والوضوح، أو جميع ما ذكر؟ والله جميع العناوين مثل ما ذكرت قاعدين نلمسها صراحة بواقع، لكن أنا أشوف العنوان الأبرز بين العناوين الثلاثة هي الشفافية والوضوح. دائما لما تكون واضح مباشر وتعطي الجميع الحق، يعني للرد القانوني بالطرق القانونية، هذه كلها راح تؤدي لإصلاح وراح تبين للناس العدالة اللي أنت تحب تمارسها. أنا أشوف الفترة الأخيرة الشفافية والوضوح والعمل المباشر صحيح. هو اللي أدى للنقلة اللي احنا عايشينها. صار أي واحد متابع للشأن الرياضي يقدر يعرف القرارات مسبباتها بكل شفافية ووضوح، وأيضا للجميع الحق، يعني إن كان عنده وجهة نظر كجهة معينة يقدر يرفع وجهة نظره ويطلبها، ولكن الأهم أن تكون الأمور بالطرق الرسمية بناء على اللوائح. ونتمنى أن نعي أن الحالة التي نعيشها هذه الفترة ليست حالة تجييش إعلامي أو مجرد استخدام الإعلام والحديث بدون مرجعية قانونية. أنا أدعو الجميع، نادي الاتفاق يعني أتكلم حتى عن كل الأندية، الطرق واضحة، أي نادي عنده وجهة نظر أو عنده يعني ملاحظات عن أي قرار يقدر بكل سهولة يتجه لي معالي رئيس الهيئة بنفسه أو يتجه لأي جهة في الهيئة العامة للرياضة، وبالنهاية راح تتعامل معه إن كان له حق راح يأخذه. الآن نحن نعيش فترة اللي له حق ويطالب فيه بالطرق الصحيحة راح يأخذه. طيب جميل، خلونا نروح لأبرز المواضيع. هيئة الرياضة لازالت مستمرة في قراراتها الصارمة والجادة في القضاء على كل ما يؤثر سلبا على الوسط الرياضي. عهد مختلف، عنوانه الأبرز العدالة، الإصلاح، الوقوف ضد التجاوزات في الرياضة السعودية. رياضة الوطن خط أحمر، شعار تبنته وعملت به ولأجله الهيئة العامة للرياضة، فكل ما صدر من قرارات عن الهيئة عكس توجهها نحو الرقي بالرياضة والرياضيين في المملكة، وكان ذلك من منطلق العدل والمساواة بين الجميع، فالتعامل مع هذا وذاك كان من ذات المسافة وذات التوجه. الشفافية والوضوح مبادئ رئيسية أخذت بها الهيئة في تعاملاتها كافة، ليكون العمل على هذا النهج يحمل رسالة الهيئة للجميع بأن هيئة الرياضة لن تتساهل مع أي عابث برياضة الوطن، ولن تتهاون أو تتردد في معاقبة كل من يتجاوز الأنظمة والقوانين. العمل بهذه الأسس والسير على هذا النهج لقي الكثير من الترحيب والتأييد في الوسط الرياضي، بل أن الرياضيين أنفسهم أبدوا دعمهم المطلق لكل خطوات الهيئة في محاربة الفساد وخلق أرضية مناسبة لمسيرة الرياضة في المملكة. قضية العويس كان لها أصداء من هنا وهناك منذ ظهورها، وهيئة الرياضة أبدت اهتمامها بالمضي قدماً في مسار حسم القضية بالطرق السلمية قبل أن تصل الأمور إلى النظر فيما يوجه إليه القانون. بالأمس القريب وبعد كشف نتائج التحقيقات الرسمية التي أعلنها معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة قبل يومين،
وتسمية الأمور بمسمياتها وذكر تفاصيل التحويلات المالية والمتورطين فيها لم ترق هذه المكاشفة والوضوح والصرامة لبعض المحسوبين على الأهلي، وكأن الهيئة خصم للنادي الأهلي، وهذه افتراءات لا يقبلها العقل. فالهيئة العامة للرياضة توجهها واضح وصريح، وتطبيق الأنظمة والقوانين جاري على الجميع بعيدا عن المحاباة والمحسوبية. يعني الخطوات واضحة، خطوات حازمة في الرياضة السعودية. ممكن في أول المنعطفات وفي أهمها اتضحت الرسالة بشكل واضح للجميع بأنه العدالة راح تطبق على الجميع، وأن النظام أيضا فوق الجميع. احنا نعرف بأنه سنوات كثير احنا عانينا من مسألة قوة نفوذ بعض الأندية في الرياضة السعودية، يعني في أندية لها نفوذ، هذا يعني لا جدال فيه. اليوم هذا الموضوع من الواضح أنه بدأ يتلاشى. أنا ما أقصد نادي معين، أتحدث عن الرياضة السعودية بشكل عام من خلال القرارات الماضية وليس من خلال قرار واحد، قرارات عديدة أصابت كل الأندية. من الواضح أنه فيه تصحيح مباشر. العاقل اللي يفهم في يعني تفاصيل الأمور يعرف أنه المرحلة هذه مرحلة ما ينفع معاها تصعيد، يعني أن أنت تصعد في وجه الرياضة السعودية أو في وجه اتحاد كرة القدم أو في هيئة الرياضة، هذا الموضوع ما راح ينفع. يعني واضح اليوم لما أنت مثلا تشارك في هاشتاج، أنت كذا في ظنك أنه هذا الهاشتاج راح يأثر وراح يزعزع المنظومة الرياضية وراح يتغير القرار، لكن هذا متى؟ هذا زمان أول. الآن الوضع اختلف، الآن كل ما تصعد أنت كل ما يزيد الحزم في الموضوع، يعني وين ما تروح الوضع معك. فنصيحة للجميع خصوصا للجماعة اللي في التويتر، موضوع التغريدات ضرب مع الأسف في قلة أدب في بعض الردود، هذه ما راح تنفع. اليوم في جهات رسمية راح تتورط معاها، ما راح تمشي على خير. تغريدة سيئة ما راح تمشي مهما كان هذا الشخص، والأيام الماضية كانت واضحة بكل تفاصيلها. خليني أروح معك عبد الله فلاتة. الواضح اليوم بأنه النظام فوق الجميع، واضح أنه أندية النفوذ ما عاد صارت أصبحت أندية نفوذ وأصبح الجميع تحت سقف واحد. عبد الله خلينا بس نوضح نقطة مهمة، يعني البعض تغيب عنه، هو يشارك في هاشتاغات ولا في الآخره. في نظام الجرائم المعلوماتية ترى نظام سريع في العقوبة جدا، يعني بأسرع مما يتصور الشخص. فكل مين يكتب كلمة يكتبها بمسؤولية، صحيح. وقبل كل شيء أرضي ربك عز وجل، وبعدين عبر وعبر بمسؤولية وأمانة وضمير، وما في بالعكس ما في تكميم أفوال. بعض التوهم يعني خلال موجة الاعتذارات الماضية لبعض الإعلامي، صدقني لا زال النقد البناء مطلوب في الرياضة، صحيح. السعودية، ولا يمكن المسؤول الأول يرفض النقد البناء، صحيح. بس لما يكون فيه اتهامات جزافية في مش عارفة طبيعي، يعني منطقا الكل بيرفض مثل هذا الكلام. احنا ما نتكلم يعني الآن مع الأحداث الجارية، والله نحن يعني من العام الماضي تكلمنا في دي الأمور في هنا في برنامج المنتصف في الإشكالات. خلينا بس مع المشكلة الحالية، هل العقوبة اللي حصلت كانت تخص النادي الأهلي وحده أم تخص ثلاثة أندية؟ تخص نادي الاتحاد، أنمار الحائلي رئيس نادي الاتحاد كان عنده عاطفة مع جماهير النادي، الجماهير اقتنعت في أنه في مخالفة وفي أنظمة تأخذ مجراها، رئيس نادي الرائد الأستاذ عبدالعزيز التواجري، نفس الوضع حصل، عقوبة واستبعاد رئيسه واستبعاد مجلس إدارة وإلى آخره. يعني تابعنا إحنا الأحداث كاملة، بل على العكس في الأهلي للآن الصراحة ما سارت العقوبة، سارت التحقيقات في هيئة الرقابة والتحقيقات، تم تحويل الملف الثلاثة القضايا إلى النيابة العامة، الجزء الشق الجنائي زي ما تم الحديث، الجزء الرياضي يتولاه اتحاد الكرة في الجوانب الثلاثة أيضا، فالأمور ماشية حسب النظام القانون. صدقنا أي مسؤول يطبق النظام ويطبق اللوائح صدقنا حينام مرتاح الضمير، مرتاح الضمير، طالما هو بيطبق اللوائح وبيطبق الأنظمة ما حيهزه ولا شيء، هيكون مقتنع تماما بالشيء اللي قدمه.
نحن من خلال متابعتنا خلال الفترة أقولها من قناعة راسخة، هيئة الرياضة ماشية بخطوات إيجابية لمصلحة الرياضة السعودية، مصرة على إقامة العدل بين الجميع. ماني شايف أنا عن نفسي خلال متابعتي محاباة لنادي عن آخر. يا أخي هذا الشيء إحنا ننشده من أول وننشده من زمان ونطالبه ونأكد عليه. طالما وصلنا لهذه المرحلة إحنا يجب أن نكون منطقيين وندعم خطوات هيئة الرياضة في هذا المجال، طالما هي تعمل صح وتعمل في الاتجاه السليم والقرارات اللي قاعدة تصدر هي قرارات صحيحة إحنا ندعم القرار. حتى لو اعتراض، أنا يمكن صوت الأستاذ حاتم ما هو واصلني كويس، لكن سمعته يقول قنوات رسمية كلام سليم. في قنوات رسمية لأي اعتراض يكون عندك، صحيح. النظام يكفلك، في نظام يكفلك أنك أنت من خلال القنوات الرسمية، لكن أنه بعض الأمور أنا ما أعمم إطلاقا، لا أعمم على أي نادي كان، لا الأهلي ولا الاتحاد ولا الهلال ولا النصر ولا الشباب ولا أصغر نادي في الكرة السعودية من نواحي الفنية. أنا أتكلم ولا الأندية يجب أنها تكون سواسية أمام الجميع، ما أعمم عليهم، لكن يجب أنه يكون يعني البعض يطلع لحد يستنجد بجهات خارجية بأسماء خارجية. هذا موضوع مخجل، هذا جدا مخجل، جدا غير مقبول إطلاقا. صدقني لو كان في أي مسؤول آخر حينظر لك النظرة يعني اللي تستحقها. صحيح، لما تخرج عن الإطار وفي اتجاه زي كده صدقني حينظر لك أي مسؤول، سواء مسؤول الرياضة وغير مسؤول الرياضة، النظرة اللي أنت تستحقها لما أنت تخرج عن الإطار. هذا منتخب بلدك وهذا وصول المونديال حلم لنا جميعا، وصول المونديال لي ولك ولزيد ولعبيد، كلنا فرحانين بوصول المنتخب للمونديال. هذا منجز وطني، لا يمكن أن يطلع أحد يكون ضد هذا المنجز الوطني. صحيح، هذا منجز وطني والله. أنت فرحان به، عندك حاجة أخرى. صحيح، أمر مخجل أحيانا بعض ردود الفعل، بعض الآراء، أنت كذا أنت بينك وبين نفسك تستحي وأنت تقراها، فما بالك الشخص اللي كتب. يا أخي رئيس نادي الاتحاد راح، رئيس نادي الوحدة راح، رئيس نادي الرائد راح، في قبل فترة سابقة رئيس نادي الاتحاد في قمة مستويات نادي الاتحاد راح رئيس نادي الاتحاد. قضية مانسو بما فيها لنادي الاتحاد فاصل كثيرة يا رجل، في ناس طلبوا من إدارة الاتحاد، خلي بس استشهاد، طلبوا من إدارة نادي الاتحاد إنه صعدوا القضية للفيفا حسب ما كان. قال لك ولا تتكلم في دي النقطة، ولا يمكن. يجب أن الكل يتحلى بالمسؤولية. صحيح، هذه رياضة وطن إحنا نعيشها ونعشق كرة القدم ونحب كرة القدم. صحيح، نستمتع بها، وكمان صحيح، مهم جدا أننا نستمتع بالتنافس الشريف فيما بيننا، مهم جدا أننا نحن ككل كمنظومة رياضية. صحيح، نحترم الأنظمة. نعم، ونقدم الوجه الحضاري للوسط الرياضي في المملكة العربية السعودية. صحيح. طيب خليني أروح لحاتم في هذا الموضوع. حاتم، أنت شايف الحراك القوي، شايف بأنه في قضايا كثير البعض حس أنها ماتت وراحت بكل تفاصيلها، لكن اليوم في العهد الجديد اختلف المواضيع، تم فتحها من جديد، تم اتخاذ قرارات فيها عادلة وقرارات إصلاحية. أنت في نادي الاتفاق يعني في كلام كثير في الأيام الماضية أنه في موضوع محمد كنو، نشوف في ناس تغمز وتلمز في هذا الموضوع، إيش تفصيل بالضبط في موضوع محمد كنو؟ الشيء اللي أعرفه أنا بأن الأمور كانت سليمة، وأنه دخل اللاعب الفترة الحرة وتم مفاوضته وانتقاله لنادي الهلال، هذا اللي أعرفه. ما أدري أنت عندك تفاصيل جديدة في هذا الموضوع ما إحنا عارفينها؟ والله فيما يخص يعني أنا أبغى أعلق على نقطة قبل موضوع اللاعب كنو. أيوة، النفوذ الإعلامي للأندية أو الجماهيري هذا شيء طبيعي موجود في كل دول العالم، لكن شيء طبيعي أيضا أن الهيئة العامة للرياضة والاتحاد السعودي لكرة القدم قاعد يتعامل مع هذا النفوذ الإعلامي بشكل واضح، في نظام، في مخالفات، في لوائح تطبق، يعني لا تتأثر أبدا بأي ضغط إعلامي. وهذا الشيء اللي احنا يعني في نادي الاتفاق، أتكلم عن نادي الاتفاق، كنا يعني نطالب فيه دائما. أرجع الموضوع اللاعب محمد كنو زي ما قلت لك، يعني تطلع إشاعات في الإعلام، يطلع كلام معين، احنا في إدارة النادي وصلنا يعني بعض الكلام عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي إنه والله اللاعب محمد كنو استلم مبالغ مالية وما أدري إيش.
تطلب من هذا الشخص بما أنك أنت مسؤول عن نادي الاتفاق ومؤتمن عنه تطلب منه الأدلة، لا يوجد دليل. فهذا رقم واحد. رقم اثنين، اللاعب كان موجود مع النادي وكمل فترته وعقده بشكل نظامي. نهاية الموسم الماضي الأخوان في إدارة هلال تواصلوا معنا بشكل مباشر وانتهى الملف. الرياضة السعودية من ناحية الإعلام للأسف، أنا أتكلم في الواقع في الماضي، وإن شاء الله إحنا قاعدين نشوف إجراءات تنهي هذه الحالة. إشاعة واحدة 140 حرف في تويتر قد تقود يعني فئة قليلة من الجماهير وتثير زوبعة. لما توصل لمرحلة طيب أين الدليل لنستخدمه؟ ما في، لا يوجد أحد. يعني أنت تقصد أنه في تشكيل اليوم رأي عام من خلال تغريدة مثلا يبثها واحد بدون أي أدلة وبدون أي معلومات؟ 100%. يعني هذا الشيء للأسف يعني مزعج، وبنفس الوقت يعني شر البلية ما يضحك. يعني تشوف الناس كيف بعضهم يعني مساكين يندفع مع التغريدة، يثق بالشخص اللي يكتبها، لكن بالنهاية للأسف بعض المغردين اللي يلجؤون لهذه الأساليب هو يعلم أنك أنت كمتابع غالبا لن تقوم بالتتبع خلفه من هذا القبيل، فينشر هذه التغريدة ويثير الزوبعة. لكن الآن لا، في نظام يطبق، وإحنا في نادي الاتفاق في فترة في بداية الموسم الماضي في شخص غرد تغريدة كان فيها إساءة لأحد اللاعبين، تعاملنا معها باللوائح والنظام واللاعب حقنا أخذ حقه كامل. فإحنا لابد إحنا كمسؤولين في الأندية بكل أمانة أننا نفعل اللوائح اللي هي تحمي حقوق الأندية وحقوقنا الشخصية، ليس حبا في أشخاصنا، ولكن نعم. إحنا في النهاية صحيح. نمثل النادي. جماهيرنا تلومنا عندما نتنازل عن بعض الأمور. إحنا بالنهاية نمثل نادي، والأندية بمجموعها تمثل رياضة الوطن. طيب حاتم، في سؤال مهم في هذا الموضوع اليوم، يعني في قضية محمد كنو ما في أي شبهات في هذا الموضوع بالنسبة لكم أنتم كإدارة نادي الاتفاق؟ اللاعب كان انتقاله واضح ووفق الأنظمة والقوانين لنادي الهلال. نعم، اللاعب انتقاله واضح، ما في أي شبهات، تم التواصل معهم بشكل مثالي وانتهى الموضوع. طيب كلام واضح. خلونا مدامنا فتحنا موضوع نادي الاتفاق اللي هو يعني عاد في الموسم الماضي لدوري الأضواء، يلعب ثاني مواسمه الموسم هذا بإدارته الشابة والقوية، ولكن أيضا هناك تساؤلات كثيرة حول أوضاع الفريق، خصوصا في مسألة المستويات المتذبذبة، إقالة المدربين في كثير من شؤون نادي الاتفاق. نشوف تقرير ثم نرجع. قبل عامين من الآن عاد فارس الدهناء إلى مصاف أندية المحترفين بعد موسمين قضاهما في دهاليز دوري الدرجة الأولى، موسمان فقط قضاها فارس الدهناء بعيداً عن دوري الأضواء. عامان كانت بمثابة العقود على الجماهير الاتفاقية، ومع عودة الاتفاق إلى دوري المحترفين في الموسم الماضي ظهر بشكل جيد واستطاع أن يتغلب على الهلال والنصر في أول ثلاث جولات، ولكنه بدأ يتذبذب مستواه حتى انتهى الموسم وهو في المركز 11 ب27 نقطة، حيث فاز في 7 مباريات وخسر في 13 لقاء وتعادل في 6 مواجهات. وفي الموسم الحالي كانت الإدارة الاتفاقية تعمل بجد للبداية الصحيحة في منافسات الدوري، حيث تعاقد مع الكويتي فهد الهاجري والعراقي أحمد إبراهيم في خط الدفاع والسلفاكي فيليب كيش، بالإضافة للمهاجم الأرجنتيني سليناس، فيما جدد الثقة في الأسباني كاليخون. ومن جهة أخرى فرط في عدد من اللاعبين أمثال حسن كادش ومحمد كنو، واللذان كانا يشكلان ثقلا فنيا في الفريق. السيناريو تكرر مع انطلاق منافسات هذا الموسم، بداية موفقة يليها تراجع وتذبذب في المستوى والنتائج. الظهور الأول للاتفاق هذا الموسم كان أمام الأهلي، وحينها حصد الكوماندوز أول 3 نقاط في مشوار المنافسة، ثم تعادل مع النصر إيجابيا قبل أن يتلقى 4 خسائر متتالية، ومع مرور المواجهات لم يحقق سوى 5 نقاط في الجولات 7 الأولى من أصل 21 نقطة كانت في المتناول.
الصحوة كانت مع انتصارين متتاليين في الجولة 8 و9 ليصعد للمركز 10 ب11 نقطة. عمان مرت على نادي الاتفاق في دوري المحترفين، يقود الفريق فيها إدارة شابة لديها الكثير لتقدمه للكيان الاتفاقي، لكن تذبذب المستويات والنتائج أمر وضع العديد من علامات الاستفهام، قد يكون الحكم على مصير الفريق هذا الموسم مبكرا في الوقت الحالي، لكن الأرقام ما زالت تخالف المتوقع والمأمول من اللاعبين والإدارة. فهل يبقى الفريق على حاله في الصعود والنزول، أم العودة لمزاحمة الفرق المتقدمة ستكون ديدن الاتفاقيين فيما تبقى من الموسم؟ طيب، خليني أفتح موضوع الاتفاق حاتم باعتبارك اليوم ضيفنا. إيش اللي صاير في نادي الاتفاق؟ يعني من الموسم الماضي الاتفاق ممكن يبدأ بداية تعتبر جيدة إلى حد ما، بعدين الفريق يعني يدخل في دوامة المستويات المتذبذبة وإقالات المدربين، ومن ثم أيضا موضوع الثبات مع دوري مع أندية الدوري المحترفين. تعتبر لي صاير أمر طبيعي في نادي الاتفاق ولا أمر يحتاج إلى تصحيح مسار؟ والله إذا نتكلم عن الموسم الماضي باختصار، ما في شك الفريق عاد من دوري الدرجة الأولى وبعد موسمين من الغياب، الإدارة جديدة عملت أول موسم يعني في تاريخها في دوري الدرجة الممتازة بإدارة نادي كبير مثل الاتفاق، ما في شك، ونبدأ بأنفسنا لعل قلة خبرتنا بشكل عام في الإدارة في الدوري الممتاز تسببت ببعض الأخطاء اللي وقعنا فيها ولا نعفي أنفسنا منها. يعني في عوامل أخرى لكن يبقى العنوان هذا في الموسم الماضي. الموسم الماضي هذا الموسم كأنه يعني المشهد نفس المشهد الموسم الماضي تقريبا، نفس السيناريو بس تغير أنه ما غيرنا المدرب ورجعنا الحمد لله. الموسم الماضي ما رجعنا لين آخر مباراتين. الموسم هذا الفريق بدأ بإعداد نموذجي، فاز ببطولة تبوك الودية، بدأ أول جولتين بنسق عالي، حقق نتائج إيجابية، جاءت فترة توقف لمدة 26 يوم، يعني 3 من اللاعبين الأجانب خذوا إجازة نوعا ما طويلة بسبب أن الإعداد طويل وتخلله بطولة تبوك، صحيح أنها بطولة ودية لكن بطولة كان لها قيمة فنية ومعنوية. يعني الأمير فهد بن سلطان يعني أضفى على هذه البطولة تنافسية من خلال الفرق اللي شاركت من خلال الإهتمام الكبير. بعد فترة التوقف اللي طبعا أسعدتنا بتأهل المنتخب لكأس العالم، بعض اللاعبين تأخروا في العودة. لعبنا المباراة الأولى أمام القادسية، الفريق لم يكن أداءه بالمستوى المطلوب، وبنفس الوقت يعني لم يحالفنا يعني التوفيق في بعض الحالات التحكيمية. يعني مباراة الشباب نفس الشيء، يعني الفريق نوعا ما لياقته لم تكن متكاملة، وكان في يعني للأسف أيضا عدم توفيق من ناحية تقدير بعض الأخطاء التحكيمية، كان في ركلتين جزاء. مباراة الفيصلي هزيمة للأسف سيئة ونتحملها كاملة، 3-0 بالرغم من وجود خطأ تحكيمي لكن الأداء لم يشفع لنا أبدا. مباراة الباطن أيضا للأسف الأداء كان سيء. جاءت فترة يعني إعادة هيكلة للفريق، تم دعم الجهاز الفني والجهاز الإداري وتجديد الثقة بهم مرة أخرى. الجهاز الفني بكل أمانة يعني عمل على خلق توليفة جديدة وتشكيلة جديدة في الملعب، إعادة الثبات للفريق. الجهاز الإداري عمل على الحالة النفسية للاعبين، والحمد لله يعني الفريق يعني تعادل مع الفتح خارج أرضه، يعني الفتح سجل هدفهم دقيقة الأخيرة، فاز على الفيحة في المجمعة، وأخيرا فاز على الرائد. والدوري هذا الموسم بوجود 6 أجانب دوري قوي جدا، يعني أنت تشوف الهلال المتصدر يفوز على الباطن، يفوز على أحد في الدقائق الأخيرة، فالدوري صعب. الحمد لله الفريق حقق 7 نقاط من 9 نقاط، لم نكرر خطأ وضع الحمل فقط على رأس المدرب وتغييره، جددنا الثقة بالمدرب وكان للأمانة يعني في محل هذه الثقة وقاد الفريق من جديد للنجاح. وإن شاء الله راح يستمر هذا العطاء وإن شاء الله تستمر النتائج الجيدة إن شاء الله بإذن الله تعالى.
طيب أيضا في موضوع آخر، فهد المولى تحدث عن إصابته نجم الكرة السعودية ونادي الاتحاد واستعداده أيضا للحاق لمشاركة زملائه في لقاء الشباب، كما دعا أيضا الجماهير لمؤازرة الفريق في المواجهات الجاية. قبل يومين فكيت العلاج الطبيعي عندك، طمنا عنك كيف صحة؟ أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله على كل حال. ثاني حاجة طبعا الجبس مو قبل يومين فكيته، فكيته تقريبا لي 5 أيام. استمرت في العلاج طبعا صباح ومساء، الحمد لله يعني حسيت نفسي كويس وحاولت أجري على الملعب، أحس إذا في آلام ولا ما في. الحمد لله الأمور طيبة. اليوم اشتغلت برضو بالكورة شوية عشان حساسية الكورة، وزي ما انت شايف الحمد لله. وان شاء الله طبعا لسه ان شاء الله في ايام كمان قادمه ان شاء الله حاول اشتغل فيها طبعا صباح ومساء، والله يكتب اللي فيه الخير ان شاء الله. كيف استعداداتكم للمباراه القادمه تشوف؟ والله شوف يعني نادي الشباب نادي كبير ونادي الاتحاد نادي كبير، طبعا الفريقين يحترموا بعض. يمكن لنا سوابق احنا مع نادي الشباب، اظن اخوان اللاعبين يعني عارفين اهميه هذه المباراه. صحيح الجمهور عتبان علينا كثير، أتمنى منهم طبعا الحضور في المباراة الجاية إن شاء الله، وطبعا جماهير نادي الاتحاد ما تحتاج دعوة، وإن شاء الله يا رب أن نبيض الوجه في المباراة الجاية. شارك معهم والله لسه إن شاء الله الأيام القادمة هي اللي حتبين، إذا حسيت نفسي إن شاء الله أقدر أكون متواجد إن شاء الله. شكرا لك كابتن. طيب خليني أروح لك أبو أحمد، قبل أتكلم عن تصريح فهد المولد، اليوم كان في مبادرة أكثر من رائعة بالنسبة لنادي الاتحاد بقيادة حمد الصنيع، اللي هي مؤازرة نادي الهلال في المباراة النهائية لدوري أبطال آسيا. إحنا نعرف أنه هذا حس وطني كبير بالنسبة لنادي الاتحاد، أنك أنت تكون من أول المبادرين بالوقوف مع ممثل الوطن. طبعا بالتأكيد يعني ما هي غريبة على عميد الأندية السعودية، ولا هي غريبة على الأندية السعودية عموما الصراحة. صحيح، نادي الاتحاد كانت مبادرة جميلة صراحة. حي حمد الصنع على هذه المبادرة، الأستاذ حمد الصنع على هذه المبادرة الطيبة بتواجد رابطة نادي الاتحاد إلى جانب شقيقتها رابطة نادي الهلال في أمل آسيوي ننتظره. أنا من هنا نتكلم نقول من أجل الوطن، إنجاز وطني. الهلال ما بيلعب لوحده، الهلال يسعى لتحقيق منجز وطني، فالكل مع الهلال، كل متعاطف مع الهلال إنه الهلال بمشيئة الله تعالى يحقق هذا الإنجاز. إدارة نادي الاتحاد بهذه المبادرة الصراحة سجلت موقف إيجابي وموقف يعني جميل منها الصراحة يعتبر. وأنا أعتقد إنه في كثير من الأندية حتحذو حذو نادي الاتحاد وحتتواجد في المدرج الأزرق في ليلة زرقاء وليلة سعودية بمشيئة الله تعالى. نعم بإذن الله. حاتم، المبادرات غير مستغربة على الأندية السعودية، الاتفاق راح يعلن قريب مؤازرة نادي الهلال في النهائي، ولا هذا قرار ما بعد درسته؟ لا، هذا القرار منتهين منه يعني محسوم من فترة ما يحتاج دراسة. وإن شاء الله احنا راح نكون يعني برابطة النادي متواجدين، والهلال في المباراة القادمة يمثل يعني جميع أندية الوطن، ونتمنى له التوفيق وإن شاء الله نخلص الشوط الأول في الرياض ونخلص إن شاء الله الشوط الثاني في اليابان. نعم، نبرة حلوة وأسلوب حلو، ها يقول نخلص الشوط الأول في الرياض ونكمل الشوط الثاني، ها؟ أكيد يعني إحنا عندنا تجربة سابقة، يعني دائما المباراة الأولى لا تحسم شيء. مهم جدا ان شاء الله اذا الفريق حقق نتيجه ايجابيه في الرياض انه يعتبر انها 45 دقيقه ويبقى الاهم في اليابان. لكن عموما في يعني كره القدم وادارتها يجب التركيز الان على المباراه القادمه فقط، واذا انتهت نفتح ملف مباراه الاياب ولا نكرر موضوع الاحتفال قبل الانجاز. ننجز اول ثم عندنا وقت طويل للاحتفال. طيب أبو أحمد، يعني شوف حاتم المسحل هو نائب رئيس نادي الاتفاق يتحدث وكأنه مسؤول في نادي الهلال، كأنه هذا الإنجاز يعني الوطن، ها بشكل عام. بالتأكيد هو يتحدث بحس وطني عالي. هو يعيش الكلام ده بحس وطني طبيعي جدا. هو رئيس نادي الاتفاق ونائب رئيس نادي الاتفاق والأندية الأخرى جميعا والمدرجات جميعا بتكون مع الهلال في المباراة المصيرية والمباراة الحاسمة، سواء مباراة الذهاب اللي نتمنى أن تكون مريحة لمباراة الإياب،
ومباراة الإياب اللي إن شاء الله تنتهي بمحفل سعودي كبير وعودة البطولة الآسيوية للمملكة العربية السعودية. قرار سؤالك عن النائب محمد كانو، أنا عندي تعليق بسيط. أيوة. على يعني شيء وازيك كمان الحديث الدار على أسامة هوساوي وانتقال أسامة هوساوي، هذه أنظمة يستفاد منها. نفس طريقة انتقال أسامة هوساوي نفس طريقة انتقال عبد الفتاح عسيري. عبد الفتاح عسيري انتقل للأهلي ولا أحد هلي، وكان فهد المولد محاولات ومفاوضات وتكلمنا فيها في البرنامج لولا تدخل المرحوم أحمد مسعود وإنهاء الموضوع ورغبة فهد المولد في البقاء في نادي الاتحاد، وكان يوم أقول لك إنه فهد المولد بالنسبة للاتحادين خط أحمر. اللي حابب هل كان مقبول لو طلع واحد اتحادي قال لنا في ذلك الفترة الأهلي استفاد من أزمة المالية اللي عشنا؟ لا لا لا، هذا نظام وهذه لوائح، والشاطر اللي يستفيد من تطبيق الأنظمة واللوائح وفق الأنظمة ولا فيها شيء. هذا نظام احتراف، استفيد من الأنظمة واللوائح لكن لا تخترق الأنظمة واللوائح. النقطة الثانية كابتن فهد المولد وحديثه، فهد المولد لم يفقد نادي الاتحاد فقط بس فقد المنتخب الوطني، ولمسنا غيابه وكابتن نواف العابد الصراحة في المباريات. ما أتمنى أنه يكون في استعجال في عودة فهد المولد، لأنه الاتحاد صحيح يحتاجه الاتحاد بس المنتخب الوطني يحتاجه في المونديال أكثر. صحيح، وهي فرصة يعني ذهبية، ها يعني لاعب مثل فهد المولد أو لاعب مثل نواف العابد هي المشاركة حتى في المباريات الودية الجاية. أنت تعرف نحن يعني مقبلين على مرحلة مختلفة تماما، وأي لاعب يمني النفس أنه يشارك في محفل ومناسبة كبيرة ويلبس شعار المملكة. بالتأكيد. طيب نعم، أي لاعب يتمنى، وكل اللاعبين يكونوا يجب أنهم يكونوا مستشعرين لهذا الجانب، أنهم ضروري يكون يتواجد في المحفل الدولي وتواجد نعم. بأعلى مستوياته الفنية. طيب احنا بس الوقت كذا مشى بسرعة اليوم، كان عندنا كثير، شوف كثير من الملفات عندنا في الحلقة، بس نذكر بالاستفتاء الخاص في برنامج المنتصف، نتمنى الجميع يشارك في هذا الاستفتاء اللي هو ما هو العنوان الأبرز للرياضة السعودية في الفترة الحالية. الخيار الأول العدالة، الخيار الثاني الإصلاح، أما الخيار الثالث فكان الشفافية والوضوح، وآخر خيار اللي هو جميع ما ذكر. بإمكان الجميع المشاركة من خلال موقع التواصل الاجتماعي لبرنامج المنتصف على التويتر. شكرا نائب رئيس نادي الاتفاق حاتم المسحل، شكرا جزيلا لحضورك معنا، شكرا لآرائك في برنامج المنتصف. شكرا لكم على إتاحة الفرصة، والأمانة تشرفت بالظهور معكم. الشرف لنا. شكرا أيضا للناقد في برنامج المنتصف أيضا عبد الله فلاتة، شكرا يا أبو أحمد. أشكرك إبراهيم، وأتمنى لإدارة الاتفاق برئاسة المهندس خالد الدبل كل توفيق بإذن الله. الشكر موصول للسادة المشاهدين والزملاء بإذن الله. شكرا للجميع، بكرة إن شاء الله حلقة جديدة نكشف فيها كثير من التفاصيل والملفات المهمة في كرتنا المحلية الرياضة السعودية خط أحمر. في أمان الله.